الاهتمام والرعاية بشريحة الأيتام ومتابعة شؤونهم الاجتماعية والنفسية أبرز ما أكد عليه ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال لقائه بالكوادر التعليمية لمدرسة السيدة رقية عليها السلام التابعة لممثلية المرجعية الدينية العليا في كربلاء. نتمنى أيضا بالنسبة لكم أن هذه البنات تعتبرون بناتكم وتتابعوهم في المستوى الدراسي التعليمي التربوي ومشاكلهم النفسية، يعني كل واحدة، هذا مهم، كل واحدة فتجعل من نفسها أما وأبا أيضا بمنزلة الأب، بمنزلة الأب بالنسبة إلى هذه البنت، فتحاول أن تتابع حتى مشاكلها، ربما مشاكل نفسية، مشاكل عاطفية مثلا تعانيها في داخل الأسرة، وأيضا المتابعة مع الأمهات. كوادر مدرسة السيدة رقية عليها السلام أكدت أنها تبذل ما بوسعها لخدمة هذه الشريحة المضحية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن سماحة الشيخ وحسن الظن عند الله سبحانه وتعالى، لأن أول شيء وآخر شيء هو عملنا لله سبحانه وتعالى من أجل هؤلاء الأيتام اللي فقدوا الأب الراعي لهم، وإن شاء الله الخيرين والطيبين الموجودين ما يقصرون بعملهم. وجرى خلال اللقاء تكريم كوادر المدرسة لتحقيقها نسب نجاح مرتفعة وإزداء بعض التوجيهات للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام. تم خلال اللقاء تكريم كادر المدرسة المديرة والمعاونتين والكادر التعليمي، وأيضا وجه سماحته كلمة للكادر عن كيفية رعاية الرعاية والاهتمام باليتيمة، وأنه هناك ثواب كبير في رعاية هذه الشريحة، شريحة الأيتام. من كربلاء صديق عبود لقناة العتبة الحسينية المقدسة.